شو يوتيوب؟ رواق؟ شوفوا الكاميرا خيي، شوفوا الحركات، خربان الليلة خيي، شو الوضع؟ اليوم 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 بما انكم حبيتوا كتير حسين أوق هذيك المرة، جايب لكم كمان وحدة لحسين أوق. شو اسمها؟ تعال قول له بيزعل. درس عن قتال الش... عن قتال عن قتال عن قتال وير عن قتال الشوارع على طريقة حسين الخاصة. اوكي؟ هات نشوف شو الوضع. Like a Ferris wheel, yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood, like she caring. So- أقوى زلمة، أقوى زلمة، أقوى زلمة. السلام عليكم يا إخوان. هعطيكم درس اليوم عن كيفية التعامل بأي مشكل ممكن تواجهوه بالضاحية الجنوبية أو أي نطاق ممكن يكون فيه شيعة، يعني كان بقاع، جنوب، ميشيغان، أبيجان، ميشيغان، برو ميشيغان لبنان، ميشيغان ميشيغان لبنان نمبر 2 برو، عيني بالضحك، ما بعرف حدا راح على أمريكا، ما بعرف حدا راح على أمريكا ما راح على ميشيغان، عيني بالضحك. نيجيريا مش الحال مش الحال. وهذا الدرس عبارة عن شو يا اخواتي؟ ليش انا عم بعطيكم اياه؟ لانه انا بقدر اعرف اذا اللي عامل معه مشكل حيضربني بايده الشمال او ايده اليمين. بقدر اعرف اللي عم بعمل معه مشكل اذا ضربني بايده الشمال اذا حاغمى ولا حقوم كف المشكل. انا بقدر اعرف اذا هذا الشاب فيه وراه 15 شاب ولا 20 بس ممكن يضربوني. تقدر تعرف اذا انت رح تضربهم؟ شو؟ بتعرف اذا انت حتضربه؟ ما تقطشوني انا وعم بحكي، ما تقطشوني انا وعم بحكي. بقدر اعرف اذا فيهم حدا حامل لنقول مسدس او سكين يطرقني ضرب باجري انا ومش عارف انعطب بالارض يصفي دمي يموت. عرفت كيف؟ بقدر اعرف اذا بين الجموع اللي حتكون بالمشكل في شي مرة عم تكون زوجه ولا. بس عم سؤال، شو خصو هذا بموضوع الحصه كلها؟ هذا الحدث، لانه انا عندي حدث قوي وهو اهم شيء بالمشاكل. فخلينا نفترض يا اخواتي انه انا هلا عامل مشكل مع هذا الشخص اليوم. هذا الشخص هو هذا شخص شيع. هذا الشخص هو شخص شيعي. حتى تكون لابس اسود صبلك اختك وهي كبيره كبيره. خلينا نفترض ما صبلي انا ما مش حابه كرهان ولا هذا بس صلبت عليه انا، عرفت؟ فشو بعمل انا؟ اول خطوه بلش اشتري وقت، بشتري وقت لشوف الحدث، لادرس المحيط، كيف بشتري الوقت؟ ببلش اقول شو بك؟ شو بك؟ شو بك؟ شو بك؟ ها؟ شو بك؟ شو بك؟ بتعرف شو حيصير هلا؟ حنشوف بالضبط بالضبط كل مشكل لبناني كيف بصير، هلا حتشوفوا كل شيء، هلا حتشوفوا كل شيء، بالضبط كيف مشكل لبناني بيكون. احكيلي شو بك؟ شو بك؟ شو في؟ شو في؟ هون عم بدرس انا شو؟ المحيط لاعرف اذا في حواليه شباب، حدا بده يضربني. هذا بده يباغتني من ورا يسفقني حبه من ورا هيك ما حل. عرفت كيف؟ وفي عندكم حل تاني، اذا انا ما بدي ادرس المحيط، انا حاسس انه هلا خلص بدي اعمل مشكل دغري، بعطيه عنصر المفاجاه اللي هو شو؟ بتلقوا حبه الله كيس رمل هذا؟ اه هذا رمل. لا انا عادي الله كيس رمل هذا. شقوي يا زلمه يا زلمه. فرض اللي ضربته انت نطحته براسك هيك بعنصر مفاجاه، راسه كبير دوخك ما تبين انك دخت، رجع مع الدوخه لورا راحت معك هيك، روح معها هيك انت وعم تحكي انه شوفي 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 شوفي. فرضا ما في حدا حواليه، استفردت فيه انت خلص بدك تكله راسه، شو بتعمل دغري حبه اللي هيك؟ شو بك شو بك شو بك؟ هو حتروح وتجي معه انت، شو بك شو بك؟ ما مين عم ده ما مين شو بك؟ ما تفتح له مجال، ما تفتح له مجال. ايه شو بك شو بك شو بك شو بك؟ هو حتروح وتجي معه انت، شو بك شو بك؟ ما مين عم ده ما مين شو بك؟ ما تفتح له مجال، ما تفتح له مجال يحكي معك، عم يرد عليك ما تخليه يرد عليك. امك على وجهه، على وجهه هيك هيك، على وجهه هيك ما تعطيه نفس ليحمر وجهه يقبوا شرايينك لورا، رجع انت ريح. هم ما حدا حيقرب عليك بالحي، تاكدوا منه. عرفت كيف؟ فرضا على الصريخ اجوا الحزب، شو بنعمل هون؟
دغري بتصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات بتقولها، وعجل فرجه على صوت عالي ومسب وعصب، لأنه بتنقلب عليك الأمور. عرفت كيف؟ أنت هون لما بشوفك بالحزب إنه أنت ما عم تسب وعم تصلي على محمد وآل محمد، حاج دغري بيجي بياخدك بإيدك اليمين أو الشمال، دغري بياخدك على مطرح لتتصالحوا على الجامع مثلا وبيمشي الحال. فرضا إجوا الحركة لا عمل هيك جامع لا عمل هيك وبيمشي الحال. فرضا إجوا الحركة لا لا هيك الحركة لا حركة ليش اكس اكس جامع مثلا وبيمشي بكي بنصر الكلمة. فرضا إجوا الحركة في حلين، يا اما بدهم يجوا من وراك وهذا الزل هون لانه ما في مجال لانه بدك بشكل كمش دغري انت ما حط حق بدك شغله يسحبك بده يسحبك بده يسحبك ما حدا حيك مشني معه عرفت شو وانت ما تجيبها واطي شيل ايدك ما بدي ايدك عرفت كيف بس اكثر هيك ما تعمل لانه انت خلص حتاكل قتله حتاكل عرفتوا كيف في الحل الثاني هو ممكن يجي بوجهك فانت بتشوفه اول ما يجي بتقول له لحظه مين مسؤولك انت كب على العالي هو حيقول لك انا مسؤول بتقول له أي شعبي؟ بكبل لك شعبي. تعرف المنطقة؟ كبل له عائلة بهالمنطقة، إنه أنت بتعرف. قال له بس أحكي أبو علي المصري. شيح له خنسة. خنسة. كب أسامي كب. أيري بتضحكش قوي يا زلمة. شيح له خنسة كانش كب أسامي. معنى مشكلة. مشكلة. بيسحبني على المكتب. بيسحبك على المكتب. ايش برو اكتب بال بالتون صوته. بيسحبني على المكتب. بيسحبك على المكتب. بتفوت على المكتب بتحكيش ولا كلمة. بمجرد ما تصير بقلب المكتب. اوعى تقول له انه عندي رفقة بالحزب بتنساهم. شو ما يقول لك بتعمل برواق ما تناقش، قال لك الحركة دولة، قال له الحركة دولة. قال لك نبيه بري بعض الله، قال له نبيه بري بعض الله. كبل له يا بشجن، ابكي اذا قدرت تبكي ابكي. اذا قدرت تبكي هذا هو درس يا اخواتي. فشو تعلمنا اليوم نحن من الدرس؟ حركة دولة حركة دولة. بكي. حركة دولة. حركة دولة حركة دولة. ايه ضحك شوي. بعض الله. عم يبكوا عم يبكوا. نبيه بري بعض الله. نبيه بري بعض الله. الحركة دولة. الحركة دولة. ما عمل بالارض انه انت كرست انه اتركوني قرب هو ترزو حبة اللي هيك دغري ما بتعطي مجال اتركوني قرب هو ترزو حبة اللي هيك دغري ما بتعطي مجال وعطول كفك من تحت لفوق ليضرب شو بمنخاره هيك ها الضرب اللي هاك بتأذي ضربة مثل لما بدك تشبق طيز مثلا في هون قلت خير هيدي طيز تجيها من تحت عرفت كيف؟ مأذية هي هو ما في لازم أسلكه لازم أفرجيكم إياها بطريقة أوضح كنا عم نقول إنه كيف بدك تشبق الطيز أوكي تخليك لك ركز معي هيدي الطيز هيدي هون أوكي هي بتجي الطيز إنه هيك ومن تحت هيك انه فيها مثل انا عرفت كيف انت من تحت هيك الكي عرفت كنت غيب الضرب اللي هيك بتأذي مأذيه هي كثير كنت غيب بتغيب على الوعي يعني. وفي عندكم مثلا طريقه انه انت حطيه الامان يا خي قال له خي مش مشكله خلينا نحكي شو صار معك؟ ليش صبحت اللي أخت؟ من؟ لزقوا حبة اللي أخت أنا عارف أنا عارف عمان؟ لزقوا حبة اللي هاك أعطيه واحدة من هون دور الطلب طلبته يا خيي تزفوا صفع بلد بتهجر وبتلزوا بالكفة ما بتهداش بتطلق تزفوا بلد خليك فوق ما بتحلوش مجال كس انت حطيتك والله صل على النبي صل على النبي بعد هديني عليه وحياتك يا الله بعد هديني غير بعد بس زبط
شو هيك بالضبط المشاكل عندنا اخي كله كله هيك دقنا الحسب وين سكينتك وين سكينتك وحياتك 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 سفلني اختي يا زلمه خلصت 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 اقوى زلمه حسين اهو خيي اقوى زلمه خيي لا عن جد عن جد كثير قوي الزلمه شباب ميرسي حضرتوني ان شاء الله انبسطتوا بالفيديو خليني ما بعرف اذا بكبر لكم اياها ولا لا بس انه بشيل كبر لكم اياها شباب ميرسي حضرتوني عن جد كثير عم تحبوني هالايام ما بعرف ليش ما بعرف ليش عن جد ما بعرف ليش اعملوا سبسكرايب شباب خلينا نوصل خلينا نجرب نجيب شي 200 لايك على هالفيديو 200 لايك منيح هيك بنبسط فيهم كثير واعملوا سبسكرايب خي ما عم تعملوا سبسكرايب اوكي انا بحبكم كثير ماشي بس بشرفكم يعني قلوا عن اي